شهد معرض إنجازات البحرين في التسامح والتعايش السلمي الذي يقيمه مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وهذه هي البحرين، بمقر الأمم المتحدة للعام الثاني على التوالي، إقبالاً منقطع النظير على حد وصف مرتديه من كبار الشخصيات ورؤساء الدول والمنظمات العالمية من أكثر من 170 دولة في مجال تعزيز قيم التعايش السلمي والحرية الدينية. ويتزامن إقامة معرض إنجازات مملكة البحرين مع انطلاق أعمال النسخة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مانحا الفرصة لجميع الحضور للإطلاع على تجربة البحرين الرائدة كموطن لأكثر من 20 ديانة ومذهب وطائفة تتعايش فيما بينها بكل مودة وألفة وتسامح. ويسلط معرض إنجازات مملكة البحرين الضوء على أبرز الجهود التي بذلتها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى في سبيل تعميم السلام بين شعوب الأرض عبر حوار الأديان، أبرزها إعلان مملكة البحرين وإطلاق كرسي الملك حمد بن عيسى الخليفة في جامعة السبينزا روما لتدريس الحوار والسلام والتفاهم بين الأديان، وتدشين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. وأخيراً تطورت تلك الإنجازات لتدخل عالم التقنية الحديثة لتقترب أكثر من الناشئة والشباب عبر برنامج المركز السبراني. وجود هاي المعرض خصوصا في هذا الموقع المهم اللي هو موقع يعني استراتيجي لدخول رؤساء الوفود والشخصيات الدبلوماسية والحكومية وغيرها من الدول، راح يعني مباشرة يسلط الضوء ويصير هناك وقفة يعني للوقوف أمام هذه الإنجازات. وطبعا هذا بدأ من بداية اليوم، هو بداية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، واحنا شفنا يعني ما شاء الله يعني نظرات التقدير والإعجاب، وهناك كثير من الاستفسارات مقدمة من كثير من الدول. يعني وجود هذا المعرض طرح كثير من التساؤلات اللي أعطتنا إحنا فرصة إن إحنا نبرز نجيب على هاي التساؤلات ونبرز الإنجازات الكثيرة اللي حققتها البحرين. طبعا إحنا فخورين جدا كسلطة تشريعية أن يقام هذا المعرض في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا نيويورك، في حضور تقريبا ما يقارب 130 دولة تشرح فيها إنجازات جلالة الملك الله يحفظه ويطول بعمره في طرق التعايش السلمي بين كافة الأديان. وهذه للحمد لله الحمد، إحنا متواجدين كسلطة تشريعية قاعدين ندعم هذا المشروع وهذه الإنجازات لجلالة الملك في طرق التعايش السلمي في مملكة البحرين. البحرين حققت إنجازات كثيرة ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في مجالات متعددة، في سواء في التنمية المستدامة، فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة، فيما يتعلق بالبنية التحتية وغيرها. فتأتي مشاركة وفد مجلس الشورى وبدعم كبير من معالي الأستاذ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى للمشاركة في هذا الحدث الهام في قلب بيت الأمم المتحدة، فهذا يعطي زخم كبير وأهمية كبيرة للاطلاع على منجزات مملكة البحرين. طبعا وجود المعرض في هذا المكان وفي هذا الممر بالذات اللي هو ممر يمر فيه معظم قادة العالم ليروا ما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة في مملكة البحرين، وهذا فعلا جهد يشكر عليه مركز الملك حمد للتعايش السلمي. يتمثل حضورنا في هذه الفعالية في إبراز الدور التشريعي في التعايش السلمي في المملكة، حيث أن القواعد القانونية الصادرة من مجلس النواب وأيضا من مجلس الشورى تبين دون أدنى شك بأن هناك تعايش سلمي، والقواعد القانونية تكون مخاطبة إلى جميع أفراد الشعب دون تمييز ودون فوارق طبقية أو مذهبية أو دينية. القواعد القانونية دائما ما تكون عامة ومجردة، تحاكي وتخاطب الجميع سواسية على حسب إنسانيتهم، وهذه التوجيهات طبعا قد كانت من توجيهات سيدي جلالة الملك المفدى.